وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. بين اليابسة والماء ثمة عناق أبدي حميم يلهب الخيال ليرسم لوحته التكوينية المنبعثة من عمق الحاجة البشرية لتوالدهما المستمر. ومع التقاء أمواج البحر بأرصفة الموانئ تنبعث الذاكرة مجسدة ارتباط الماضي التليد بالحاضر المجيد لتستلهم العقول الواعية أن المستقبل سيكون أجمل. وها هو المستقبل يبزغ نجمه ويسطع نوره في بلد تمتد مساحته ما بين الخليج العربي والبحر الأحمر لأكثر من 2000 كيلومتر من الشواطئ الاستراتيجية و1050 ميلاً بحرياً على الساحل الغربي و520 ميلاً على الساحل الشرقي، تلك التي لم تكن موانئها قادرة على متطلبات خطط التنمية فاستبدت بها الفوضى جراء اختناق السفن بين الموانئ فتسبب ببطء حركتها. فكانت السفن تستغرق أحياناً 40 يوماً لمغادرة ميناء كبير كميناء جدة لتتعطل بذلك حركة التجارة وتتضخم أسعار السلع. تجاذبت هذه العناصر البيئية والبشرية التاريخية والواقعية لتأكيد ضرورة إنشاء جهاز يختص بإدارة الموانئ ذي هوية وطنية. فكانت المؤسسة العامة للموانئ إذ أعلنت عن نفسها بقوة امتداد المد البحري وعزم الرجال الصادقين في تاريخ مشهود هو غرة شهر رمضان المبارك من العام 1396 للهجرة، نقلها من حيز الحلم إلى حيز الواقع. من الوهلة الأولى بدا المشهد واقعيا معقدا وصعبا، فأكثر من 350 سفينة ومليون وثمانمائة ألف طن من الشحنات في انتظار التفريغ بدا أمراً مفزعاً وملاً مع عدم القدرة على مسايرة الزيادة في واردات المملكة في بداية الطفرة الاقتصادية، إضافة إلى تعدد الجهات المشرفة على الموانئ آنذاك المعيقة لاتخاذ قرار سريع. كل ذلك كان يشي بأن الأمر ليس يسيراً، إلا أن همم الرجال وعقولهم المدركة لواقع الحال دفعت بهم للمراهنة على الوقت ومواصلة الليل بالنهار، وقد نذروا حياتهم وأوقاتهم في تحد قلما يوجد له مثيل لتحقيق غاياتهم الوطنية وإدارة منظومة النقل البحري بكفاءة واقتدار بغية الخروج بها إلى بر الأمان. وقد تحقق ذلك للمؤسسة في وقت قياسي معلنة عن قدراتها الفذة وإمكاناتها الفريدة. أربعة عقود انصرمت من عمر المؤسسة العامة للموانئ أسفرت عن 10 موانئ رئيسية تتوزع على الساحل الشرقي والغربي متنوعة الاختصاصات من صناعي وتجاري. تتوزع على ساحل البحر الأحمر 6 موانئ هي ميناء جدة الإسلامي، ميناء ضباء، ميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، ميناء جازان، وميناء فرسان. بينما يضم ساحل الخليج العربي منها 4 موانئ هي ميناء الدمام وميناء الجبيل التجاري
وميناء الملك فهد الصناعي في الجبيل، وميناء رأس الخير، بالإضافة إلى 3 موانئ بترولية. كانت الموانئ السعودية منذ القدم ذات أهمية استراتيجية كبيرة، فهي البوابة الرئيسية للتجارة مع شبه الجزيرة العربية في وقت لم تتوفر فيه وسائل نقل أخرى منافسة. إلا أن البساط لم يكن ليسحب تماماً من ممرات الموانئ بأساطيلها المتطورة من السفن البحرية على الخطوط الملاحية، كما ولم توصد بوابات البواخر في وجوه المسافرين، فثمة خيوط لا تزال تشدهم إليها. فالموانئ السعودية لا تزال تزخر بمئات الآلاف من المسافرين بما توفره لهم من سبل الراحة والخدمات الفريدة من نوعها والتجهيزات العصرية، سواء كان ذلك في صالات الركاب المجهزة بوسائل الراحة أو من خلال تسهيل وتسريع إجراءات سفرهم. لم تهدأ عقول الرجال المدبرة ولم تستكن تطلعاتهم في أن يروا المملكة العربية السعودية وقد تخلصت من تبعات الحاجة إلى الآخرين وتحقيق الرفاهية المنشودة للمواطن. فمنذ 70ات القرن 20 الميلادي، والعمل الدؤوب لا يكل من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي من خلال استراتيجية اقتصادية رصينة وضعت نصب أعينهم تنويع مصادر الدخل ودعم الصادرات. فكانت المؤسسة العامة للموانئ لتحقيق هذا الطموح، إذ استثمرت مبالغ طائلة في توسعة وتطوير مرافق الموانئ السعودية تجاوزت 46 مليار ريال، كجزء من استراتيجية واسعة ومدروسة تركز على تنشيط الصادرات وإضافة قيمة للواردات. تقوم المؤسسة العامة للموانئ ومنذ تأسيسها بتحمل أعباء تحديات جسام تظهر بين الفينة والأخرى، كالتغيرات الاقتصادية الهيكلية المتسارعة في أسواق الشحن الدولية، خاصة مع استخدام الحاويات والمسافنة، دفعت بالحاجة الماسة لمواجهتها سريعاً بإنشاء وتطوير محطات الحاويات في الموانئ السعودية كافة، والتركيز على الموانئ التجارية خاصة، لتقلص بذلك تكلفة المناولة للطن من 150 ريالاً عام 1976 للميلاد إلى أقل من 6 ريالات عام 1998 للميلاد، ليصبح داعماً قوياً لبرنامج التنمية الاقتصادية عبر تخفيض تكلفة الواردات وتخفيف الضغوط التضخيمية وجعل الصادرات أكثر تنافسية في الأسواق العالمية. واليوم تحقق الموانئ السعودية دخلاً صافياً كبيراً للخزينة السعودية. فميناء جدة الإسلامي على سبيل المثال يستقبل 65% من إجمالي الحاويات التجارية القادمة للمملكة، إضافة إلى 60% من إجمالي الواردات و65% من الواردات الغذائية التي تصل إلى المدن السعودية كافة. متى علمنا أن النقل البحري يسهم بما نسبته 90% من التجارة العالمية، فسندرك قدرة الموانئ البحرية على إيجاد التوازن الاقتصادي في أي دولة. لذلك سعت المؤسسة العامة للموانئ السعودية حثيثاً لانتظام الموانئ السعودية في عقد متكامل يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد السعودي، فقد باتت المنافذ الأهم للتبادل التجاري والصناعي بين المملكة وباقي الدول الإقليمية والعالمية. لذا فقد تم تطويرها وتجهيزها بأحدث المعدات اللازمة لاستقبال السفن والحاويات العملاقة مواكبة التطور العالمي في ذلك، وتتكامل المنظومة بتميز فريد ما بين الساحل الغربي والساحل الشرقي الذي يحتضن بين شواطئه ميناء عملاقا آخر يضمن للمملكة الريادة باتجاه الشرق، وهو ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، إذ يعد ثاني أهم الموانئ السعودية من حيث الموقع والحجم والاختصاص، كما يعد البوابة الرئيسية لدخول البضائع من أنحاء العالم كافة إلى المنطقتين الشرقية والوسطى من المملكة. كان أساس بناء هذا الميناء لخدمة صناعة النفط وخدمة المدن الواقعة شرق المملكة ووسطها.
استطاعت مؤسسة الموانئ السعودية بجدارة أن تحقق لها اكتفاءً ذاتياً يعكس اهتمامها بالبعد الإنساني روحياً وعقلياً وجسدياً من خلال المكاتب الإدارية والورش البحرية والميكانيكية والكهرباء والهاتف وشبكة الاتصالات البحرية ومحطات تحلية المياه. ومن جانب آخر عملت على توفير عيادة طبية ومحطات إطفاء ومجمع سكني ضخم خاص بموظفي الميناء يضم مسجداً وسوقاً تجارياً. وبامتداد الصحراء يمتد طيف الحلم بأن تعانق زرقة البحار حمرة الرمال الساحلية شاهدة على واردات أعالي البحار من موانئها الشامخة بأسطولها البحري تنقلها عبر شبكة واسعة من الطرق السريعة تربطها ببقية مناطق المملكة ودول الخليج العربي المجاورة، ومنها إلى خط حديدي لا يكل وهو يحمل العربات المثقلة بالبضائع من الموانئ باتجاه المدن السعودية الرئيسية كالخط الموصول بين ميناء الملك عبد العزيز في الدمام والميناء الجاف في الرياض. ومع ذلك فالطموح يرتاد العاملين بالمؤسسة لتوسيع دائرة هذه الخطوط لتشمل موانئ المملكة الأخرى، وهي تعمل جاهدة بجد ومثابرة لتحقيقه، فثمة ما هو تحت الإنشاء وأخرى حيز الدراسة. وكما أن من طبائع الأشياء التغير والتبدل، وهي سنة كونية أزلية، وهو ما أدركته المؤسسة ووعت أهمية مضاهاة وتيرة الزمن، إذ استلهمت الحكمة جيداً وأخذت دورتها المحكمة مع متطلباته، حتى استحكمت على منظومة متكاملة من العمليات البحرية وأعمال الموانئ مدعومة بأحدث التجهيزات من زوارق القطر والسحب القادرة على ترصيف السفن مهما كبر حجمها بسلامة تامة، ومنظومة أخرى تعد من أهم محطات الحاويات في المنطقة استحقت عليها أهم شهادات الجودة النوعية العالمية في الإدارة والتشغيل، إضافة إلى أحدث تجهيزات المعدات والقطع البحرية التي تمكنها من التعامل مع جميع أنواع السفن بسرعة وكفاءة قياسية عالية في إدخالها وإخراجها مع جودة عالية في الأداء. أصبحت الموانئ السعودية ذات صيت ذائع بامتلاكها أهم محطات الحاويات والبضائع التي تخدم المنطقة، مشمولة بباقة من الخدمات المتنوعة، فمن محطات البضائع المبردة والعامة والحبوب السائبة إلى محطة الحاويات المشتركة ومرافق مسافنة للحاويات ولجميع أنواع البضائع بما فيها السيارات. تساند هذه المحطة مجموعة ضخمة من الرافعات الحديثة متعددة الأغراض والمهام، ما بين الرافعات ذات الرفع المزدوج من نوع بوست بانامكس ورافعات من نوع بانامكس ورافعات الحاويات المتحركة على القضبان الحديدية ورافعات البضائع المتحركة والرافعات الشوكية ورافعات الحاويات الفارغة وحاملات متحركة للحاويات وأخرى على إطارات ومجموعة من الرؤوس الساحبة. بفضل التطور المدروس في محطات حاويات الموانئ السعودية تحققت معدلات عالية ولافتة على المستوى التقني والفني، فباتت تمتلك القدرة على مناولة ما يربو على 13 مليون حاوية سنوياً، تخضع كغيرها من الصادرات والواردات لعمليات مسح دقيقة عبر أجهزة حديثة في مراكز الجمارك في الموانئ السعودية، كما تتعرض لتتبع دقيق عبر أنظمة متطورة منذ انطلاقها من بلد المنشأ وحتى وصولها للمستورد. إضافة إلى إمكانات الموانئ الهائلة والجبارة، فقد جهزت مناطق خاصة بإعادة التصدير، وهي المسؤولة عن تجميع وإعادة تصدير السلع التي جهزت وفق أحدث النظم، كما تطلع بمهام لوجستية متنوعة كالتخزين وتجميع البضائع وإعادة تعبئتها
وتوفير معدات المناولة والعمالة المطلوبة، إضافة إلى تهيئة ساحات ضخمة لتخزين الحاويات والسيارات والبضائع العامة لإعادة تصديرها مرة أخرى. لقد أدركت المؤسسة العامة للموانئ باكراً أهمية السلامة المهنية والبيئية في الموانئ السعودية، لذلك أوكلت للإدارة المعنية بها كل المهام المندرجة تحتها، فتم تزويدها بمنظومة متكاملة من زوارق الإنقاذ وزوارق الإرشاد والإرساء وجمع النفايات وزوارق مكافحة الحريق والزوارق الخاصة بمكافحة التلوث وسفن إرساء عوامات إرشاد السفن. ومن أبراج المراقبة البحرية المجهزة بأحدث أجهزة الاتصالات والرادار تتم مراقبة حركة السفن. ترى المؤسسة قطاعها البحرية ككائن حي ينبض بشرايين تمد البشرية بالحياة، فأي عطب يلحق بها يصيب مباشرة الكائن الحي الطبيعي، لذلك بادرت منذ وقت مبكر لتلافي أي عطل يربك حراكها الحي الدائب، فبنت للسفن أحواض إصلاح تعمل على إعادة الحياة إليها وترميم ما يلحق بها من عطب، كحوض الملك فهد لبناء وإصلاح السفن في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وحوض إصلاح السفن في ميناء جدة الإسلامي التي تتكون من أحواض عائمة، ناهيك عن عدد من الورش المغطاة والأرصفة البحرية المجهزة تجهيزاً كاملاً للقيام بكافة أعمال الإصلاح والصيانة الدورية للسفن، يقوم بها مهنيون مدربون ذو كفاءة عالية جهزوا بأحدث المعدات التكنولوجية والفنية. لم يبخل القطاع الخاص بمساهمته في إصلاح السفن، فحوض الزامل في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام لديه إمكانيات عالية لبناء وإصلاح حوالي 12 سفينة في وقت واحد، جميعها من السفن المتخصصة، بطول يصل إلى 80 متراً وعرض يصل إلى 15 متراً ووزن يصل إلى 1500 طن. لأبراج المراقبة في الموانئ السعودية أهمية قصوى، إذ قدر لها أن تنافس مثيلاتها في الموانئ العالمية، وجهزت على هذا الأساس بمنظومة مراقبة وتتبع حديثة ومتطورة جداً، حتى عدت أبراج المراقبة البحرية في الموانئ السعودية من أهم أبراج المراقبة وأحدثها، والتي ربطت بمركز التحكم الرئيسي في المؤسسة العامة للموانئ في العاصمة الرياض، إذ يقوم بمتابعة السفن منذ لحظة دخولها للمياه الإقليمية وترصيفها ومغادرتها، مروراً بكافة العمليات التشغيلية والخدمية من خلال نظام VTS. لم تكن لتبنى مرافق الموانئ في المملكة العربية السعودية كمشروعات فردية منفصلة عن بعضها البعض، بل كانت الرغبة الواعية في تطبيق مبادئ التخطيط المتكامل أساساً لهذا البناء. فالذاكرة تحيلنا إلى 40 سنة ماضية، وتحديداً يوم أنشئت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عام 1975 ميلادية، فكانت فاتحة لبداية عصر المشروعات السعودية المميزة، وكانت علامة فارقة في تاريخ البناء السعودي. فمجرد التفكير في بناء مدينة صناعية هو ضرب من الخيال، إلا أن المدينة الصناعية بالجبيل وينبع أثبتت أن الخيال قد يصبح واقعاً، وكان هذا التحدي عنصراً رئيسياً في استراتيجية التصنيع بالمملكة. من مقتضياته بناء ميناء لاستيراد السلع الضخمة والثقيلة والخطيرة، وتشييد قاعدة لتصدير المنتجات الصناعية، فكان القرار السديد بتوسعة ميناء صيد السمك وتطويره ليصبح ميناء الجبيل التجاري جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية التصنيع في المنطقة الشرقية. تحتل المملكة العربية السعودية مركزاً متقدماً من بين دول العالم بصادراتها النفطية والصناعات البتروكيماوية، إذ إن المملكة
تمتلك ثاني أكبر احتياطي للبترول وسادس احتياطي غاز، وتعد أكبر مصدر نفط خام في العالم، والذي يقدر بقرابة 90% من الصادرات، كما تأتي المملكة في المرتبة 19 من بين أكبر اقتصادات العالم، كما صنفت في المركز 13 بين الدول المصدرة للبضائع في العالم، مما رفع من وتيرة معدلات النمو الاقتصادي، واقتضى وجود منظومة متكاملة من الموانئ الصناعية، تلك التي أصبحت فيما بعد مدناً صناعية رائدة تحظى بمكانة عالية، لا تنحصر مهامها في التصدير والاستيراد، بل تعمل كقواعد اقتصادية أنشئت بها مجموعة من الصناعات والخدمات. فقد ضرب لنا ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل مثلاً بالتفوق والإنجاز، حاصداً الجوائز العالمية والشهادات المعتبرة، فمنذ إنشائه وهو في عمل دؤوب لا يكل ولا يمل في مسيرة تنافسية لا تعرف التخاذل أو الكسل من أجل تقديم خدمات استيراد المواد الخام التي تتطلبها الصناعات المحلية، إضافة إلى تصدير المنتجات الصناعية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني كالبتروكيماويات ومنتجات النفط المكررة والأسمدة الكيماوية والكبريت. وتتم مناولة العديد من أنواع البضائع على الأرصفة المخصصة للشركات المرتبطة بعقود تأجير طويلة الأمد. يرتبط الساحل الغربي بالشرقي ويتحدان في هوية وطنية سعودية واحدة من أجل دعم مسيرة التنمية الصناعية الوطنية. فميناء الملك فهد الصناعي بينبع يعد واحداً من أهم موانئ تحميل الزيت الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات على البحر الأحمر، ويمتد شمال ميناء جدة الإسلامي بحوالي 300 كيلومتر وبطول 25 كيلومتراً على هذا الساحل الاستراتيجي. ويتوسط خط الإبحار ما بين أمريكا وأوروبا والشرق عبر قناة السويس وباب المندب. وتأتي أهمية هذا الميناء لخدمة المجمعات الصناعية وتلبية متطلباتها، إضافة إلى تصدير البترول الخام ومشتقاته المكررة والبتروكيماويات السائلة والصلبة إلى الأسواق العالمية. وعن طريقه تستورد احتياجات المجمع الصناعي من معدات وآليات ومكونات المصانع. ظلت الحاجة المترامية الأطراف المدعومة بالتطلع لبناء موانئ إضافية ترافق المؤسسة العامة للموانئ، فلا تقتصر على منطقة ساحلية دون أخرى. فجاء ميناء رأس الخير، الميناء الصناعي الأحدث في المملكة، ليعزز القناعة بأهمية الاقتراب من المناطق الصناعية. فميناء رأس الخير المرتبط بخط سكة حديد يصله بالمناجم وبمدينة وعد الشمال في المنطقة الشمالية، قد انفتح على فضاءات صناعية جديدة متنوعة الإنتاج تبشر بمستقبل اقتصادي واعد للوطن والمواطن. وستمد منطقة رأس الخير التصنيعية الاقتصاد السعودي بشرايين تغذي البرامج والمشروعات الحيوية التي ينفذها القطاع العام والقطاع الخاص. ويتجلى التكامل بين الشرق والغرب في بقية الموانئ التجارية المنتشرة على امتداد الساحلين الغربي والشرقي. فميناء ينبع التجاري الكيان الاقتصادي المتكامل ذو الموقع الاستراتيجي المؤثر على حركة البضائع. ومن الشمال الغربي إلى الجنوب الغربي، حيث يتربع ميناء جازان الحديث ذو المياه العميقة المجهز جيدا والعمالة عالية التدريب والمهارة لضمان الكفاءة والسرعة في مناولة السفن. يقع الميناء على الساحل الجنوبي الغربي للبحر الأحمر على مسافة 190 ميلا شمال مضيق باب المندب، وهي ميزة تجعله قريبا جدا من طرق التجارة البحرية الشرقية والغربية بين أوروبا والشرق الأقصى والخليج العربي وشرق إفريقيا. وترتبط مدينة جازان بباقي مناطق المملكة بواسطة شبكة طرق حديثة تمكنها من خدمة المناطق الجنوبية الشرقية من المملكة.
في الركن الشمالي الغربي من المملكة عند بداية الساحل الشمالي للبحر الأحمر يقع ميناء ضباء الذي أنشئ لخدمة المنطقة الشمالية والشمالية الغربية، ولكونه أقرب خط ترانزيت بين دول الخليج وجمهورية مصر العربية فهو يوفر حزمة من الفرص الاستثمارية وأخصها نقل الركاب. فالميناء يرتبط بخطين ملاحيين هما ميناء سفاجة والغردقة في الساحل المصري، بالإضافة إلى مناولة البضائع العامة والحاويات. وتتميز الخدمات المقدمة في كافة الموانئ السعودية دون استثناء بجودتها، فهي معززة بكوادر وعمال شحن وتفريغ ذوي خبرة وكفاءة مهنية عالية تؤهلها لتقديم خدماتها على مدار 24 ساعة في اليوم طيلة أيام الأسبوع في كل مرافقها التشغيلية والخدمية، إما بواسطة التشغيل المباشر أو المشغلين المستثمرين من القطاع الخاص في الموانئ السعودية. أدركت المؤسسة العامة للموانئ منذ اليوم الأول أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في دعم منظومة الخدمات وتطويرها بما يعود بالنفع على الوطني والمواطن، وكانت المملكة العربية السعودية سباقة في مضمار خصخصة عمليات التشغيل في الموانئ السعودية. دشن مشروع الخصخصة عام 1418 للهجرة الموافق لعام 1997 للميلاد، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى عام 1421 للهجرة 2000 ميلادية، لتسجل في تاريخها أول عملية خصخصة للموانئ في الشرق الأوسط، حيث أسندت جميع أعمال تشغيل وصيانة وإدارة المحطات في كافة الموانئ السعودية إلى القطاع الخاص بأسلوب التأجير مع المشاركة في الدخل من خلال منافسات عامة. وقامت المؤسسة بإتاحة فرص الاستثمار كافة للقطاع الخاص، وقد حقق هذا الاتجاه نتائجه الإيجابية في زيادة كفاءة عمليات التشغيل والصيانة وتحسين معدل استغلال طاقات المحطات بشكل أفضل. بعملية إحصائية سريعة سنكتشف أن حجم الاستثمارات الخاصة في الموانئ السعودية قد بلغت 12 مليار ريال، وبذلك يصبح إجمالي الاستثمارات الحكومية والخاصة في هذا القطاع الحيوي 58 مليار ريال. لطالما وفرت الموانئ السعودية فرصاً وظيفية متعددة سواء للمواطنين السعوديين أو العمال الوافدين من الخارج، وذلك إما بصورة مباشرة من خلال مناولة الحمولات والنشاطات المتعلقة بالمجالات البحرية، أو بصورة غير مباشرة من خلال تحفيز نمو القطاعات الخدمية في داخل المملكة. واليوم بات هذا الدور أكثر أهمية، مما يلزم ضخ المزيد من الفرص الوظيفية في سوق العمل وفتح باب الاستثمار التجاري في مرافق الموانئ الخدمية، وهذا بدوره يسهم في خلق جيل من الخبرات السعودية. بخبراتها الواسعة وتجاربها الفريدة أدركت المؤسسة أهمية الاستثمار في الإنسان، من أجله أنشأت في الموانئ الرئيسية مراكز للتدريب تشتمل على قاعات وورش ومعامل للغة الإنجليزية وقاعات للاحتفالات. تقدم المراكز 15 برنامجاً تدريبياً معتمدة من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في المجالات البحرية والتشغيلية والأمن والسلامة واللغة الإنجليزية. كما تقدم المراكز برامجها لمنتسبي الموانئ السعودية كافة إلى جانب القطاعات الحكومية المختلفة ذات العلاقة كحرس الحدود والدفاع المدني والقوات البحرية الملكية السعودية وطلبة الجامعات وهيئة الأرصاد وحماية البيئة وصوامع الغلال والعديد من القطاعات، إضافة إلى برامج الابتعاث والتدريب في المراكز والجامعات المتخصصة في الداخل والخارج.
اليوم أثبتت المؤسسة جدارتها بوسام النجاح الذي لم يكن ليتحقق إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم التخطيط السليم المدعوم بالجهود الوطنية المخلصة، ومن ورائها تساندها الحكومة الرشيدة ودعمها المستمر. فجاءت النتيجة معبرة تماماً عن هذا النجاح، إذ أصبحت حركة البضائع في الموانئ السعودية عدا النفط الخام تمثل 61% من جميع الشحنات التي تمر عبر موانئ الخليج العربي، ويصل إلى الموانئ السعودية أكثر من 1200 سفينة شهرياً، أي ما يعادل سفينة كل 30 دقيقة تخضع في مجملها لمجموعة موحدة من القواعد والتنظيمات التي استطاعت المؤسسة العامة للموانئ توحيدها ضمن النظام الذي صدر عام 1400 للهجرة 1980 ميلادية، ويتم تجديده بانتظام. ومما يدعو للفخر والاعتزاز اتخاذ دول مجلس التعاون الخليجي هذه اللوائح التنظيمية أساساً لنظم موانئها منذ عام 1405 للهجرة 1985 ميلادية. اليوم لم تعد الموانئ السعودية أماكن لشحن البضائع وتفريغها فقط، بل أصبحت مدناً اقتصادية متكاملة تحتضن صناعات استراتيجية هامة كتكرير السكر وتعبئة زيوت الطعام وتخزين الأرز والغلال المتنوعة وتعبئتها، كما أصبحت منصات بحرية لتشييد السفن وصناعة القطع البحرية المختلفة. تساندها مناطق لوجستية متكاملة الخدمات لتلبية احتياجات المستثمرين وتسهيل أعمال المستفيدين من خدمات الموانئ البحرية. تدار هذه المنشآت العملاقة بعقول وطنية بواسطة شبكة حاسب آلي حديثة، وتتيح للمستفيدين متابعة شحناتهم من خلال نظام تتبع إلكتروني فائق الجودة. أدى تطور النقل البحري إلى تطور القطاعات الأخرى ذات الصلة كالزراعة والتجارة والصناعة والتعدين وغيرها، بل تطورت أيضاً حياة المواطن وأسلوبه في العيش. في النهاية يصب كل ذلك في مصلحة الوطن والمواطن، وهو ما نجني ثماره الآن ومن بعدنا أبناؤنا.